التجار والمسؤولية ديالك ماشي في الفيسبوك، ماشي في الفيس، ماشي في العالم الأزرق في الموج، ماشي في العالم الأزرق في الموج. تجار اسمعني، ألا تنعرف ساكت عن الحق في شيطان أخرس؟ لا تشكت حاجة تخرج المايك. في إطار الدورة العادية لشهر شتنبير لمجلس مقاطعة المغوفة، كما تتبعتم وتتبعنا من داخل القاعة أن ابتدأت الدورة واكتمل النصاب القانوني تقريبا الثالثة والنصف، يعني نصف ساعة ديال التأخر، وهذا دابا تعودنا على هذا العمل، يعني نتمنى الله سبحانه وتعالى أن نتغلبوا عليها. بدأت الجلسة بنقط نظام، ونقط نظام حاولت يعني بكل أريحية أنني نترك الإخوان أنهم يفرغوا المكنونات ديالهم، وخاصة أن المدة ديال 3 أشهر يعني كافية أن يكون الإنسان جمع بعض الملاحظات وبعض المؤخذات على المجلس أو لا على المكتب أو على المكتب ولا على الرئيس. وإحنا بكل يعني صراحة علمتنا يعني السياسة وتدبير الشأن المحلي أن نكونوا كان الإنصات المستشارين والمستشارات، وهذا يعني كيشهدوا به يعني حتى المعارضة أنني يعني على تواصل دائم، والهاتف ديالي يعني في رهن الإشارة ديال الجميع، سواء يعني المجتمع المدني أو المستشارين أو رجال الإعلام ونساء الإعلام، يعني كنستجب يعني النداءات والاتصالات. حاولنا في هذه الدورة أن تكون يعني عندها حمولة ديال الاهتمامات ديال المواطنين ديال مقاطعة مغوغة، كالنظافة، كمثلا الإنارة العمومية، وهادو يعني هادو يعني كنحس بهم بأنهما الاهتمام يعني في على المستوى الأول ديال المواطنين وديال المستشارين والمستشارات. هذا الاهتمام فعلا كنحاولوا احنا ان ولا ان عندنا يعني المتابعه، وما عندناش يعني الحق اننا ندخلوا يعني بواحد الصفه قانونيه، لان الصفقات هي والتدبير هو ديال الجماعه هي اللي يعني معنيه بهذا الامر. هذا احنا كنحاولوا ما امكن اننا في اطار التنسيق، في اطار نبهوا المسائل اللي هي كتضر المواطن على مستوى ديال التنظيف، على مستوى ديال الاناره العموميه، وكتشوفوا بان ربما هذا الهاجس هذا كيطغى على جميع المقاطعات، ماشي مقاطعه ديال مغوغه لوحدها. كنحاولوا في اطار التسيير اننا نعملوا سند طلب او صفقه يعني بالنسبه للليد من هذه يعني المصابيح الجديده، ونالوا جهدا اننا نلمسوا ديك المناطق اللي هي عندها كتعاني، ومن بعد ان شاء الله باش نشوفوا المصابيح اللي بقى يعني صالحه انها تكون في بعض المناطق الاخرى، يعني في انتظار ان يتم التعويض ديالها بمصابيح ديال الليد. وهذه هي ماشى فيها العمليه، ما تعرفوا بان طنجه راه تقريبا ما تكون كامله بهذه الاضاءه هذه، وما تتخلى على الاضاءه السابقه، لان الان في اطار ترشيد النفقات والمحافظه على الطاقه. نتمنى والله اننا نتوفقوا في هذا العمل هذا، ولو ان المجلس خصو يكون عامل واحد الصفقه ديال تجديد الشبكه، لان الشبكه كتعرفوا طنجه شبكه مهترئه، ويعني ماشي في المستوى ديال الليد، كتدي يعني الاسلاك اخرى بواحد المواصفات فيها اللي ممكن انها تبقى دائما صالحه وما تتعرضش للاعطال. عندنا كذلك بعض العروض ديال الاستثمار في الشركه ديال التدبير المفوض بالنسبه للكهرباء والماء والصرف الصحي. عندنا عرض ديال الدخول المدرسي باش نشوفوا الحاله كيف هي بتراب المقاطعه، واش هناك مشاكل، واش هناك هذا السيد اللي يعني مش ممثل ديال وزاره ديال التربيه الوطنيه والرياضه اللي ماشي عملنا العرض كما في السابق في السنه الفارطه. وعندنا كذلك عرض ديال الاناره العموميه، والاناره العموميه باش نشوفوا يعني مكامن الضعف ومكامن التقصير كذلك ومكامن القوه، باش نكونوا هذه مكامن القوه في هذه الشركه اللي مفوض لها تدبير
هذا الشأن هذا. سيد الرئيس، ما كنت تير حول الشهادات المزورة؟ شنو الموقف؟ شوف، الموقف ديالنا دابا هو هناك إشاعات. احنا ملي كيكون الأمر في حال هكذا وكيكون القضاء أو مثلا الشرطة كتقوم بالواجب ديالها، ما يمكن ليش نعطي تصريح في هذا الشأن هذا ونتهم جهة من الجهات الأخرى. ومع العلم أن احنا في إطار المحاسبة وفي إطار هذه اللي مثلا أخطأ أو لا ارتكب هذا الجرم هذا أنه يتحاسب، باش يعني ما يمكنش يتعود هذه المسألة هذه. أنا بالنسبة لنا ما كنظنش، ولكن يعني الأمور كتجري يعني على قدم وساق في هذا الأمر هذا، ومن بعد يعني شهور ولا واحد المدة قليلة مش يتبين الأمر هذا، تبين ولا كان هل هناك تزوير أو لا أم لا. بالنسبة كاين وثائق مزورة أصبحت حديث العام والخاص ويعرفها الداني قبل القاصي، وهناك شكاية سيد العمدة وجميع الأسر مقاطعات راسلوا وأنك لم تراسل أمرضيز وتعقيد استقارة المقارنة بين الماضير الشهادة والشهادة، هل هي مزورة أم هل هي صحيحة؟ أين هي الجدية التي إحنا كمعارضة نستمد بالقوة ديالنا من المرجعيات، والمرجعيات كتجلى في خطابات صاحب الجلالة؟ أين هي الجدية؟ أين هي الشفافية؟ أين هي؟ حقيقة كاين محاسبة اللي عمل شي حاجة خصو يمشي الحبس، كونوا واضحين. طنجة، سنغافورة، إفريقيا، بوابة أوروبا. الوالي ما عيطش، هو الوالي هو اللي كاين، الوالي ترشيد النفقات بالنسبة للوالي أي مشكل كيحلو. ثم توتينا كرئيس خصك تجاوبني علاش ما صيفطتيش الرساله اللي صيفطها العمده في الوثائق المزوره ما يفوق 100 ولا 200 وثيقه مزوره، جميع المقاطعات سواني بني مكاده وطنجه كامل راسلوا الا تينا، علاش ما تراسلش اماندز وتجاوب؟